توجه وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى حوارات روما المتوسطية، والذي يعد منبرا رفيع المستوى تشارك فيه دول شمال وجنوب المتوسط لمناقشة التحديات المشتركة والأزمات المتعددة التي تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة المتوسط واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال لمنزل في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، واستشهد 4 فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال لمنزل بمنطقة مصبح شمال رفح الفلسطينية، كما نقل مسعفون 5 جرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف مدفعي إسرائيلي على منازل الفلسطينيين شمال المخيم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف العديد من المناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مخلفة شهداء ومصابين، وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان بأن عناصرها نفذت في 24 ساعة الماضية 98 مهمة إسعاف وإنقاذ. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات في الفترة من 25 إلى 27 من نوفمبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة 18 قطاعا صناعيا وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات وعدد من مشروعات الشركات الدولية. أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أن جهاز تنمية مدينة الشروق سيبدأ يوم الأحد الأول من ديسمبر المقبل في تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بالمنطقة الرابية بمدينة الشروق والتي تم توفيق أوضاعها. وأكد الوزير مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية وتوفير المسكن الملائم.